تأتي هذه الندوة للاستماع لآراء أساتذة مدراء جامعات إطارات في مختلف القطاعات المعنية بالمقاولاتية الأجهزة تحت وصاية الوزارة، وأيضا للإعلان على عدد من التحفيزات الجديدة، عدد من الإجراءات الجديدة التي تخص المقاولاتية داخل الجامعة، منها إطلاق المراكز دعم المقاولاتية داخل الجامعات، وهذه المراكز سيكون لها الدور المهم في تكوين طلبة في التوعية بخصوص مجال المقاولاتية وفي مرافقة طلبة المقاولين، والتي سوف يتم تأطيرها من طرف الوزارتين، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المؤسسات الناشئة والمصغرة، وسيتم بهذا الخصوص إطلاق 84 مركز لتنمية المقاولاتية، وحاليا هناك أكثر من 700 مكون ولا مؤطر لمعنيين بهذه المراكز على في مستوى كل التراب الوطني، وهدفنا هو تحفيز اكبر عدد من الطلبه انهم ينشئوا شركاتهم سواء المصغره ولا الناشئه داخل الوسط الجامعي. تم ايضا اطلاق منصه مقاول.dz اللي هي منصه الكترونيه خاصه بالمقاولين باصحاب المشاريع، واللي فيها كل المعلومات الخاصه بالمقاولاتية. اعلنا ايضا على اطلاق مع السيد الوزير صفه الطالب المقاول وحتى شهادة الطالب المقاول، لي أيضا راح تمكن الطلبة اللي عندهم نشاط مقاولاتي أنهم يزاولوا دراستهم موازاة مع إنشاء الشركة ولا المقاولاتية. سأطلقنا أيضا اليوم دليل للمقاول، هو دليل صغير ولا كتاب فيه كل المعلومات الخاصة بالمقاولاتية، هو دليل راح يمكن أيضا الطلبة أنهم يتعرفوا أكثر على الإجراءات الإدارية الخاصة بإنشاء الشركات وغير ذلك. كل هذه التدابير الجديدة هدفها هو الزيادة من عدد الطلبة الذين ينشئوا شركات سواء كانت مصغرة ولا ناشئة، وبطبيعة الحال سيتم وضع تصرفهم كل الأجهزة الخاصة بتمويل شركة الناشئة والشركة المصغرة. نذكر وكالة دعم المقاولات وتنمية المقاولاتية وصندوق الوطني للشركات الناشئة، بالإضافة إلى الدعم المستمر الذي سيتم الحصول عليه عن طريق مراكز التنمية المقاولاتية، وهذا يدخل في تقريب الجامعة أكثر من وسطها الاقتصادي.